وشوشة. غلطة الشاطر بألف يعني. ده أنا مرة محمود سعد صعبت عليه من كتر التهزيل اللي أنا خدته، اللي هو كان شايف إن هو يعني هو على الأقل يعني مثلا لو أنت حاملة كل حاجة بيرفكت، بس في نقطة كده قد كده هو ما يشوفش غير النقطة دي، النقطة دي، وخاصة تبقى ولو منك بقى تتجلى بقى الدنيا تبقى لطيفة جدا. فلا لا لا كنت لا يعني، وفروزة لوسف نفس القصة، فهو ما عندوش يعني في الشغل وما كانش حد بيزعل منه، بس أنا كنت بتأثر طبعا، لكن هو في الشغل لما في الشغل ما كانوا بيقولوا لي اكيد هو طالما كده في بره يبقى انت في الغيط يبقى انت في البيت. لا مش صحيح، هو مسيطر في البيت والغيط. لكن هو من الشخصيات اللي انت تتعلمي منه كتير جدا جدا، يعني الدقه. لا هي مش نصايح، هي خناقات، فانت بتتعلمي من الخناقات. مفيش نصايح كده مباشره، في التجربه كده، التجربه على الارض. اتعلمت منه اولا هو دقيق جدا، مفيش حاجه اسمها خبر كده اللي هو يتنشر فالناس تقول اللي هو ده ممنوع، لازم اتقصى ولازم ابقى دقيقه جدا، لان الحاجات دي هو على طول يعرف ان الخبر ده مش صحيح من الخبر ده صحيح. الصياغة الصياغة ازاي تكتب، يعني انت لو موهوبة بس بتتعلمي ازاي تعملي كده تبقي موهوبة ومبدعة ومجتهدة. يعني دايما كان يقولي فيه شخص مجتهد وشخص مبدع. المجتهد ده بيجتهد فهيفضل مجتهد لكن مش هيفضل مبدع، لكن المبدع لازم بالضرورة يبقى مجتهد. فهو بقى خبرة السنين بقى والحاجات اللي احنا يعني احنا اشتغلنا مع بعض هل سرحان، واشتغلنا مع بعض سروزة اليوسف والبيت بيتك والسي بي سي. فانت بقى على الارض اللي هو اي موضوع انت بتفكري فيه فتعمليه عدلته الصح تبقى ازاي، وايه النقط اللي المفروض انها تتناقش فيه، وايه النقط اللي ما ينفعش انها ما نتكلمش فيها. يعني انا بشوف ان هو يعني جامعه في القصه دي، مش مدرسه. بس اللي عنده طاقه بقى وعنده صبر واحتمال يدخل الجامعه دي، اللي ما عندوش المواصفات دي هينهار. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده من وشوشه.